خالد النباشي. نعم شو قال خالد؟ أنا حبيبي مهاجر إسبانيا. جاي على الطريق هذه جاي بلاتي عليا واحد السرعة قليلة ماشي سرعة كثيرة ولا شي حاجة. جاي من هنايا جاي من عليا ما بيا أنا وليداتي وداك الشيء. شوية تنحس في الشجرة طحت عليها الطوموبيل. هذا حبيبي أنت كتشوف أنا درت الشجرة أنت كتشوف كما كتشوف هذه الشجرة هي راشية. كلها راشية أنا كتقطع بوحديتها. أنا كنطلب أنا بتعود على الطوموبيل ديالي بتعود على الطوموبيل ديالي. أنا دابا عندي 4 أيام هنايا جالس 4 أيام. خصني نرجع بحالاتي في إسبانيا. ودابا أنا خصني نبقى هنايا. نخرج على الخدمة ديالي نخرج على أي حاجة وأنا هنا. حبيبي كنطلب تعود من الجامعة. الجامعة تعوض لي الطوموبيل ديالي. تعود هذا المشكل اللي عندي هنايا. شحال تقريبا الخسائر اللي عندك هنا تقريبا؟ الخسائر هنايا اللي نقول لك ديت اسبانيا خصني نقول لك صادل 3500 يورو. يعني 25000 درهم. يعني 25000 درهم باش نصلح هذا المشكل هذا. شكرا شكرا. وانت كتشوف حبيبي انت زعما راك دوب ولا شي حاجه انت كتشوف هاد الشجره خدات الطوموبيل كلها مدبده وليداتي كلهم راه مضروبين. هادشي راه ماشي هو هذاك. الشجره خاصها تكون تقطعات هاد الشجره ما بغاش تبان. الشجره تحيد اصلا خاصها تبقى الشجره خاطر على خاطر على المواطن وخاطر علينا انايا وخاطر على ولاد المغاربه وخاطر على كلشي. شكرا جزيلا شكرا.